جيتي لطنجة وعندك وقت قصير وميزانية لي محدودة وبغيتي تشوف كافة الأماكن السياحية، هنقترح عليك أحسن بلان ممكن تديرو من خلاله هتكتشف الجمالية بمدينة طنجة. هذا البلان هو الحافلة السياحية اللي السعر ديالها 80 درهم لمدة 48 ساعة، كتشوف فيها أغلب الأماكن السياحية في طنجة. فهنا خدينا التذاكر ديالنا، جولة فيها 48 ساعة يعني يومين، كتنزلوا وتطلعوا في أي مكان بغيتوا. وخدينا حتى التذكرة ديال كابس بارتيل، بالنسبة لكابس بارتيل ب50 درهم ممكن تاخدوها هنا أو حتى توصلوا لكابس بارتيل، المكان اللي كيتواجدوا فيه هاد الحافلات السياحية حدا دار البارود، وكاين هنا الميناء يعني المكان واضح. الحافلة فيها جوج طوابق وكيعطيوكم حتى هاد الصناتات، كتعملوهم في هذا المكان المخصص ليهم وكتحكموا نتوما في مستوى الصوت وفي اللغات، كاين تقريبا شي 6 او 8 اللغات، كتختاروا اللغه اللي بغيتوا وكتسمعوا المعلومات على الاماكن اللي كتمروا منها. عندكم اختيار انكم تبداو بالجوله للمدينه او الجوله اللي خارج المدينه، حنا اخترنا نبداو بالجوله اللي خارج المدينه. اول محطه كنوقفوا فيها هي سوق ألطو، من بعد غابه بيرديكاريز، رميلات كما معروفه، من بعد كنمشيو لنقطه التقاء البحر الابيض المتوسط بالمحيط الاطلسي. هاد البلاصه كتكون عامره بزاف، كاع الناس كيجيو كيبغيو ياخذوا صور تذكاريه هنا. كتبقى الحافله لمده 10 دقائق، يمكن لكم تصوروا وترجعوا تكملوا الرحله ديالكم او تاخذوا الوقت الكافي وتسناو الحافله اللي موراها. حنا بحكم اننا كنا حاجزين تذكره ديال كابس بارتيل فوقفنا هنا وبغينا ندخلوا للمناره. بالنسبه لكابس بارتيل كما ذكرت لكم في البدايه الثمن ديال التذكره هو 50 درهم، ممكن تحجزوها مع الحافله او في عين المكان.